شو يعني ريوستات؟ الريوستات هو ريزيستر عنده variable resistance، يعني الريزيستنس تبعه فينا نغيرها وبطريقة يدوية. عم نشوف هلأ اثنين من أشكاله. في الريوستات اللي ممكن يكون linear وعنده two terminals، وفي عنده كيرسر بيتحرك يمين وشمال بطريقة يدوية. إذا كان موجود على أقصى اليمين، فينا نقول إنه الريزيستنس هي زيرو بهالمطرح. هودي عبارة عن وايرز بيقطع فيهم الكارنت هو وماشي. بطبيعة الحال، كل ما الكارنت مرق بوايرز أكتر، يعني عم بيتعرض لريزيستنس أكتر. يعني إذا هيدا الكيرسر كان موجود هون وصرت حركه أكتر على الشمال، كون عم زيد الريزيستنس. كريوستات بيكون في انترفلز للريزيستنس تبعه بين زيرو وقيمة محددة ومسجلة عليه. في نوع تاني من الريوستات يلي بيكون دائري أو سيركولر مثل هيدا يلي هون، وكمان بيسمح لنا نتحكم بالريزيستنس كل ما نبرم هالكبسة تبعه. ليش منستعمل الريوستات؟ منستعمله لنتحكم بالكورنت انتنسيتي بأي سيركوت. وشو فايدته؟ هو بيوفر علينا تما نستعمل كذا ريزيستر. مثلاً، إذا عم بشتغل بسيركوت وعم بستعمل ريزيستر محدد بريزيستنس معينة وقررت إنه غير الريزيستنس، بدل ما كل شوي شيل الريزيستر وحط واحد محله، بستعمل ريوستات لأنه بيوفر علي استخدام كذا ريزيستر. ومثل ما قلنا، بستعمله حتى عدل قيمة الانتنسيتي تبع الكارنت بقلب سيركوت. فطالما الريزيستنس عم تتغير، يعني أكيد الانتنسيتي رح تتغير معه. فينا نفرجي بطريقة بسيطة تأثير الريوستات على الإلكتريك سيركوت. هون مثلاً في عنا a simple electric circuit، في بقلبه source of voltage، وفي ريوستات، وفي لامب. هيدا الريوستات رح يسمح لي غير الريزيستنس تبعه، وكنتيجة حتمية الانتنسيتي تبع الكارنت يلي مارق بقلب اللامب رح تتغير. ونتيجة هالشي ضو اللمبة رح يتغير. ففينا نشوفها بطريقة بسيطة. إذن شفنا تأثير الريوستات وتأثير تغيير الريزيستنس تبعه على ضوء اللمبة. شو بصير إذا محل هاللمبة كنا حاطين شيء له علاقة بالصوت؟ مثل سبيكر مثلاً. منتوقع إنه كل ما نغير الريزيستنس، الصوت يلي طالع من السبيكر بيقوى أو بخف. وبالحقيقة، هيدا بصير بالراديو. هيدا الكبسة أو يلي منبرمها لنعدل الصوت أو الفوليوم هي عبارة عن ريوستات بكل بساطة. فينا كمان نشوف الريوستات بغير مطرح. مثلاً ممكن يكون موصول على موتور ويتحكم هالريوستات بقوة الموتور وبسرعته. أو مثلاً بالصف المروحة يلي فينا نتحكم بدرجة سرعتها، هيدا الكبسة هي عبارة عن ريوستات. لتشوفوا الدروس بشكل كامل على منصة شاطر، اشتركوا هلأ على www.shatr.me.